ونور زمان علاقتنا ما كانتش زي دلوقتي، كنا اخوات بس ما كناش صحاب. احنا دلوقتي صحاب. زمان كانت لو بتعمل حاجه غلط مثلا كنت بتضايق منها وبتخانق معاها وعامله فيها دور الاخت الكبيره الرخمه، فهي ما كان يعني ما كناش صحاب خالص. لكن لما دخلت جامعه كده مثلا قلت لا، انا لازم اغير من طريقتي ولازم اسمعها واتكلم معاها عشان نبقى صحاب. والحمد لله من ساعتها واحنا صحاب، يعني خلاص احنا اتنين كبار. اللي بيغلط فينا التاني بينصحه بس مش بيتخانق معاه، مش بيضايقه، فبالتالي بنفضل نحكي لبعض على طول. فالحمد لله عائلتي يعني. خلفت بنت، كنت هسميها ايه؟ كنت هسميها ليلى او ليلى على نفس حروف ليلى. قبل ما جدتي حتى تتوفى كنت عايز اسميها ليلى يعني على اسمها، وبعد ما توفت بقيت عايز اسميها كده اكتر واكتر كمان. حاسه انه نفسي البيبي التاني تبقى بنت، دي حقيقه. انا نفسي فعلا البيبي التانية تبقى بنت ان شاء الله، ولو جه ولد هفرح جدا على فكره. بس فكره البنت، انا بعد الجواز لقيت ان انا قربت لماما قوي، بكلمها طول الوقت، بسألها على حاجات، معانا مع بعض في مشاوير، بسألها على كذا، طب اعمل ده ازاي، طب مش عارفه ايه، فقربنا لبعض قوي. على عكس الولد بحس ان مثلا لو كريم اتجوز هيفضل قريب لماما كده كده، بس مش زي قربي ليها، مش زي علاقتي بيها. انا بعد الجواز حسيت بيها بالبيت، لما كانت مسؤوله عن البيت ولما كانت مسؤوله عننا، بسألها في كل حاجه طول الوقت. هنفضل قريبين على طول، هفضل معاها على طول. بحس الولد شويه هيتسحل مع في بيته في شغله او مع صحابه الكلام ده. فنفسي اخلف بنت تبقى قريبه مني وتبقى معايا، حتى لو حمزه خلص كبر واتجوز وبقى يعني كده كده هيفضل قريب مني ومعايا. بس قصدي بنت بتبقى اقرب حاجه لمامتها اكتر من الولد. انا مش فاهمه يعني ايه كلمه موديل، يعني شكلي موديل بمعنى ايه؟ مش بعرف اطبخ، بحب الطبيخ جدا، بحب المطبخ جدا بسبب مامتي. مامتي هي معلماني انا كده من زمان قوي. كنت بقعد مع ماما في المطبخ، اقعد ابص عليها وهي تعمل الاكل وببقى عايزه اعمل زيها جدا، لدرجه ان انا في اولى اعدادي او في لا اولى اعدادي كنت في 6 ابتدائي او 5 ابتدائي، قلت لماما انا عايزه اقوم اطبخ حاجات دلوقتي. قالت لي مش هينفع، انت صغيره ما ينفعش تقفي قدام البوتاجاز. انا بقى بتخانق معاها ان انا عايزه اقوم اطبخ من كتر ما بحب الاكل او بحب الطبيخ يعني. فلا، لازم كل ام تبقى عندها بنت لازم تعلمها من وهي صغيره تحب المطبخ، ومش بتعلمها المطبخ عشان مكانها المطبخ، لا، تبقى بتعرف تطبخ. انا بحب البنات اللي بتعرف تطبخ قوي. بداتي على السوشيال ميديا ازاي وبتعملي ايه في الكومنتس السلبيه؟ هقول لك بدات ازاي. كنت في اولى جامعه، لا تانية جامعه، وانا بحب الكلام، بحب ارغي مع الناس، بحب ادي كده طاقه ايجابيه، بحب اسمع مشاكل الناس واتكلم معاهم والكلام ده. قلت لي لا، ما استغلش السوشيال ميديا. كان عندي وقتها 23,000، كنت برايفت، كنت قافله الاكونت، كنت بقبل البنات بس. المهم فتحت الاكونت، لو نزلته في الفيديوز تحت بتاعتي خالص هتلاقوا ضحك بجد. بعمل فيديوز بتكلم فيها عن الخيانه، وعن مش عارفه ليه بتكلم عن الخيانه وانا في جامعه، بس كنت بتكلم عن الخيانه ازاي الست تتعامل معاها. بتكلم مع الناس عموما ازاي يبقى عندهم طاقه ايجابيه، ازاي بعدوا عن الطاقه السلبيه. فانا بعشق الكلام ده، بحب جدا جدا اقعد اتكلم وارغي كده في حاجات مفيده ومهمه. بعمل ايه في الكومنتس السلبيه؟ ما بشوفهاش، كانها ما جاتش. طالما هو الشخص اللي بيكتب كومنت السلبي ده طريقته مش كويسه وبيقول كلام غلط، ولا كاني قريته، عادي جدا كومنت من حد دماغه تعبانه بعمل بلوك. انا نسيت اقول لكم على حاجه، انا ما بعملش لحد مثلا، ما بشيلش الكومنت وخلاص، لا انا بعمل بلوك لاني انا مش فاتحه السوشيال ميديا اكونتس بتاعتي عشان اعرف نفسي او عشان اتقبل ناس مش على مزاجي. مش بختار الناس على مزاجي يعني حاجه وحشه، بس انا مش فاتحه الاكونت عشان الناس تقعد تغلط فيا وتشتم فيا وتنتقد اللي انا بعمله وايه اللي انت بتعمليه ده. طب بتتفرجوا ليه طالما انتم مش عاجبكم؟ يا تعملوا انفولو يا ما تتفرجوش خالص. فالناس اللي زي دي بعمل لها بلوك عشان ما اشوفهاش تاني، عشان يبقى قدامي الناس الجميله الحلوه اللي انا بحبها بس، اللي الطبيعيه. حتى اللي عندهم كومنتس عايزني اقولها لي يقولها لي باحترام وبادب، وده حاجه انا بتقبلها طبعا جدا جدا. بس كده في الساحل تاني ولا خلاص كده؟ خلاص كده طبعا. لسه كنت بتكلم مع كريم بيقول لي الساحل خلص وقفل من بدري، هما قاعدين عادي بيستجموا يعني، بس كخروجات وكده خلاص مفيش. حتى يعني بيقولوا ان خلاص يوم 6 اكتوبر كل حاجه 100% تقفل، كل الناس هتشيل الشمسيات والكراسي والكلام ده، حتى السوبر ماركت بتاعت القريه بتاعت اي كومباوند هتقفل خلاص كده.
فاروح اعمل ايه؟ يا اما اروح بقى استجم واقعد بقى كده في هدوء، بس مش دلوقتي برضه عشان دلوقتي خلص في شغل، فمش هينفع ان انا اسافر دلوقتي. سمي بنتك هنا ولا ليان ولا لورا، ايه رايك؟ انا رايي ان الثلاثه احلى من بعض، الثلاثه اسامي بنات رقيقه وحلوه قوي، فالاختيار ليكوا انتوا بقى. بصراحه بجد هما الثلاثه تحفه. انتوا بتخبوا وظايف زوجك واخوه ليه، مع ان في ناس كتير تاني قايله وظايف ازواجها؟ اولا كل حد حر، محدش يقارن حد بحد عشان كل حد حر في حياته. بلس ان انا مش شايفه ان ليها لازمه ان حد يعرف ان جوزي بيشتغل ايه، هتستفيدوا ايه؟ انا فاتحه اكونت تاني عشان تعرفوني انا وتسمعوني انا، وانا اللي هتكلم معاكم واقول لكم اقترح عليكم اماكن نروحها، حاجات نستخدمها، نرغي مع بعض، نتكلم مع بعض. فانا ما بحبش تبقى في تفاصيل ما لهاش لازمه تتقال. يعني هتستفيدوا حاجه؟ لو حاجه والله هتفيدكم والله اقولها لكم، بس حاجه مش هتفيدكم فخلاص فكبري دماغك. يعني اسمعي من الشخص اللي هو عايز يقوله، كبري دماغك في اللي هو مش عايز يقوله. سهرانه باكل فلامينكو، بحبه قوي يا جماعه. انا اول مره دقته كانش عاجبني خالص، بس ده تحفه اللي بالفول السوداني. وبشرب حاجه وقاعده برغي معاكم بتكلم معاكم عشان انا بحبكم وبحب قعدتكم، بحس ان احنا كده عيله قاعدين مع بعض. البنت بعد الولاده الافضل تروح على بيتها وحد من اهلها يروح يساعدها، ولا تروح عند بيت اهلها؟ والله على حسب الظروف. يعني مثلا لو بيت اهلك كبير وهيبقى تمام القعده، قعدتك انت وجوزك وبنتك تمام، هتبقى مريحاكم ومريحاهم، لا طبعا روحي هناك هتبقى احسن لك. لو حد، لو مامتك مثلا او اختك ينفع ان هي تجيلك البيت ومش هتبقى حاجه مضايقاها او مقدراها، تبقى مرتاحه وهي قاعده في بيتك وبتساعدك، يبقى روحي بيتك. فالحالتين كويسين، هنا في بيتك وهنا بيت اهلك اللي هو يعتبر بيتك برضو. بس اهم حاجه الظروف، شوفي الظروف انهي احسن في الاثنين واعملي. رجعت قعدت في شقتي لوحدي بعد قد ايه من الولاده بالظبط؟ بالظبط بعد شهر، كنت قايله بعد اسبوع، بعد شهر. قعدت عند مامتي اسبوعين، قعدت عند حماتي اسبوعين، عملنا اسبوع ورجعت. بصي الموضوع في الاول اكيد كان غريب، اكيد ده طبيعي، بس بتتعودي، هي دي الحياه خلاص، بتتعودي. في الاول زي اي حاجه في الدنيا، انت لو طول حياتك متشقلبه وبتخرجي وبتسهري وبتنامي متاخر وفجاه التزمتي بشغل، هتبقي بتصحي بدري، اشتاقي نفسك وانت صاحيه بدري، بتروحي تقابلي ناس وتشتغلي وتبقي عندك مسؤوليه زي البيبي، بس البيبي بقى انت معاكي روح مسؤوله عنها، الموضوع بيبقى اصعب شويه. بس قصدي اقول لك ايه، كل حاجه بتتعود بتتظبط. هتتعودي ان في بيبي، في ميعاد نوم، ميعاد صحيان، بتاكلي بتشربي بتغيري، خلاص ليكي روتين. فخدي الموضوع واحده واحده وحبي الموضوع، خدي الايجابيات منه اتبسطي بيها عشان تبقي مقضيه الوقت ده وانت مبسوطه. حياتي بعد الجواز اتغيرت 50% مثلا، وبعد الخلفه اتغيرت 100%. مش للاوحش، بالعكس، ولكن كل حاجه فيها اتغيرت. لو انا كنت عشوائيه، بنزل وقت ما بحب وبرجع وقت ما بحب على حسب الوقت اللي اهلي محددهولي، فبقيت لا متجوزه، فليا بيتي، ليا جوزي، ليا مسؤولياتي اللي لازم اعملها. بلس بقى لما خلفت حاجه تانية خالص، طبعا نفس الكلام بتاع المسؤوليه والبيت والكلام ده وجوزي، بس زاد عليهم بقى طفل، يعني حاجات كتير، لا تغيير جذري اكيد. يعني كده كده دايما بتحاولي تفكري في تطوير شغلك وبيتك طول الوقت، ولا ساعات بتقولي ما كفايه كده؟ طيب مفيش حاجه اسمها اقول ما كفايه كده، في حاجه اسمها ان انا ممكن اخد بريك من التطوير، ولكن احنا بنعيش طول حياتنا بنطور من نفسنا، بنطور من بيتنا، من شغلنا، من ولادنا، كلام ده، مفيش حاجه اسمها ما كفايه كده. يعني انا ممكن ابقى بطور من شغلي طبعا، بذاكر وبجتهد عشان ابقى احسن واحسن، بس بيجي عليا وقت عايزه بس اخد بريك، افصل، اعمل حاجه بحبها، اسافر، اعمل بتاع، وبعدين ارجع تاني اكمل. فاحنا عايشين طول حياتنا عشان نطور، مش عشان نقف ونفضل واقفين في مكاننا وما نتحركش. ابني في عمر حمزه، ابنك مش عارفه اجيب البيبي التاني امتى، اخلي الفرق بينهم قد ايه؟ الموضوع صعب مش سهل، يعني انا معاكي جدا عشان انا تقريبا زيك، بس مش عارفه. طبعا كل ما الفرق بقى اقل كل ما بقى احسن ليكي وللبيبي. انت هتتمرمطي في الاول ان هو الاثنين بقى سنهم صغير فبيبهدلوكي، بس بعدين هترتاحي ان هما في سن بعض، بيلعبوا مع بعض، بيدخلوا مدرسه مع بعض، بيروحوا ويجوا مع بعض. وهترتاحي انت كمان في حاجه، ان انت هتبقي لسه فاكره اوريدي. يعني انا دلوقتي حمزه طبيعي لسه في رضاعه، لسه في تغيير بامبرز الكلام ده، فلما اخلف بيبي تاني في نفس السن كده
هبقى لسه في نفس الموضوع فمش هنسى. لكن لما حمزة يبطل يلبس بامبرز ويبقى ما بيرضاش وبينام لوحده وخلاص وتمام وارتاح جدا، انا مرتاحه جدا، ولا في بيبرونات ولا في تغيير ولا في اي حاجه، مره واحده يجي لي طفل تاني، موضوع صعب. على حسب انت قدرتك ايه، انت وجوزك، انت ماديا، انتوا ماديا، انت نفسيا وجسديا، لو انت تمام يلا بينا. اول ديت ليا انا وعمر، فاكرين مكان زمان كده في الزمالك كان اسمه ليفت بانك، وبعدين بقى اسمه بيوتا او بيوتا، احنا رحنا قعدنا فيه يعني، كان مكان على النيل حلو قوي، كنت بحبه قوي قوي، مش عارفه لسه موجود ولا لا. كان ديت بيتزا وبتاع، وقعدنا نتكلم مع بعض، بس انا كنت عندي مشكله، كنت بتكسف قوي بزياده، ف يعني عارفين لو انا عايزه اقعد اتكلم وكده كنت بجد كنت بتكسف، كنت مقرفه قوي في موضوع الكسوف ده يعني. البنات لازم تبقى بتتكسف وفي حياء وكده، بس انا كنت رخمه بقى فاهمين، بس الحمد لله الدنيا مشيت والديت كان لذيذ. انا مامتي حامل وانا عندي 16 سنه، وموضوع عمليه تروما يعني، انا هيبقى عندي 44 سنه وهو يبقى عنده 28 سنه. طب ايه المشكله؟ انا مش شايفه ان ايه في مشكله خالص. اولا من حق مامتك تحمل وتخلف عادي، طالما حاجه في الحلال وما بتعملش حاجه تغضب ربنا، نفسها في بيبي تاني فايه مشكله. ثانيا بالعكس، انت لما تبقي عندك 44 سنه وهو عنده 28 سنه، يبقى هو اللي بيخرج معاكي، بيعرفك كده الدنيا عامله ازاي. هتبقي انت على فكره مش هتبقي عندك حاجه 80 سنه يعني، انت 44 سنه ده مش كبيره، فبالعكس ده تبقى حاجه حلوه قوي، تبقى ليكي اخ صغير صاحبك وبيتكلم معاكي فما تاخديش الموضوع من جانب وحش خالص. ولو عندك صحاب بقى لو بيضحكوا عليكي ان مامتك لسه حامل وكده، دول مرضى نفسيين مالكيش دعوه بيهم، وبعدي عنهم، عشان انا عارفه الدماغ الغريبه اللي ممكن تقنعك ان دي حاجه غريبه جدا. ولا حاجه غريبه ولا حاجه، دي حاجه في الحلال وحاجه جميله جدا يعني.